هي المدير السابق قامت بعقد مع فريق بارادو اللي هو تري ليكوبسون داشا اللاعب زكريا النعيجي، فيه التري مونطون تاع 70,000 يورو وبسون داشا بمليون و100,000 يورو، ريسك 4 مليارات معناتها. في وقت 1 اكتوبر معناتها صحح 2020 وقت اللي كان الفريق ممنوع من الانتداب، كما صحح مع لاعبين جزائريين اخرين وقتها معناتها كما بوثمان بن عياده الى اخره، معناتها الهيئه السابقه للاسف غرقتنا في ديون اللي كنا في غنى عنها، خاصه وان كنا ممنوعين من الانتداب ما نجموش معناتها نكلي في لي جوار هذوما. وكما جاء الكا نتاع بوثمان ومع السنداي وكل شيء، جاء توا الكا نتاع فرادو اللي هي حبت على الفلوس نتاعها، كانوا حتى اكثر، كانت نجم تجي اكثر، راهو فيه اوبسيون داشا مليون و100 الف يورو، راهو عقد زكريا نعيجي معاه، دونك فيها فكر فيها ريسك كبير وعمره ما يلعب حتى ماتش كيما كيف وكيف اللاعبيه الديريه الاخرين اللي خلصناهم. وما لعبوا معنا حتى ماتش، مشاو لعبوا فرق منافسه. وجاء طالب فريق فرادو وعنده حق على خاطر عنده عقد مع الهيئه السابقه، وطلب 135 الف يورو وما دفعوش. المشكله اللي زاد الهيئه السابقه ما دفعت على نادي الافريقي، ما انت عملوا محامي لا دافع ولا حتى شيء. كي جينا نحن لقينا روحنا قدام 135 الف يورو، نجمنا نطيحوها ل 70 الف يورو وتحكم علينا ب 70 الف يورو في الفيفا. وهذا هو اللي جاء وراه قرار من الانتداب الاخير اللي نرفعوه ان شاء الله بدفع 70,000 يورو في القريب. باش ندفعوهم قريب، هو الجماعتين هذوما قبل ما يوفى الميركاتو رفعوهم ان شاء الله.